راح نجرب نعيش يومنا بدون لا نتكلم بدون لا نسمع بدون لا نشوف، وخلنا نشوف كيف التناغم راح يكون بيننا. هيا روبا الأكل وصل. ياهو الاكل وصل. ايش لك؟ يلا يلا يا ابوي الاكل دحين برد، وانت من اول مشغول على الجوال. قعدنا قلت لك تعال نلعب جيم ومشغول كمان بنفس الوقت. ايش فيه؟ والله اني اعلمك الحين انا ايش قاعد اسوي. قاعد العب لعبه ماتش ماسترز. هذه لعبه تقدر تلعبها مع اخوانك. أيوه. ما خايف الا وك شيء لعبه طبيعيه ادمان. تلعب بس جيم صح؟ جيم ورا جيم ما توقف. والله ما توقف مستحيل. ايش اسم اللعبه؟ ماتش ماسترز يا حبيبي. اقسم ادمان يا اخي. كيف تعرف اللعبه انت؟ تلعب انت. والله اللعبة منتشرة مرة، 10 مليون شخص محملها، 10 مليون شخص محمل. شو ما حملت انت اصلا؟ انا محملها يا عمي، ايش تسوي؟ طيب وش المزايا حقت اللعبة؟ مزايا اللعبة؟ انا يا كومبيون، انا ضد 50 شخص. 50؟ اه مزايا مرة كثيرة، اقول لك شيء، اخاف اذكر شيء وانسى شيء، مزايا مو طبيعية، مو طبيعية. وانت عزيزي المشاهد، إذا حملت اللعبة من الرابط حقي تحت يعطيك مزايا نفس اللامة لفورتنايت، شيء مو طبيعي. حملها وش قاعد تنتظر؟ حملها واستمتع صدقني ما راح تندم. اسمع يا عيال، الحين لازم التناغم بيننا يصير عالي. يا رب. اوكي يلا. اوكي اوكي دقيقه يلا. انا ما دقيقه انا ما اسمع. حلو. انت شغلك ممتاز راكان فارس منطرم. ايوه حرك يدينك. ايوه كل واحد عنده اغراض يجيبها. حلو حلو. كلك كتبت لكم على الجوال، كل واحد يجيب اغراضه ويجيبها. شلون يعني ما اشوف انا؟ شوف شلون يعني؟ مش معنى مش معنى. يا اخي انت انا قايل لك حاسد هذا بطيح فيها. وش قدام انت منها على الاشياء تكفى. هذا ايش قدامي؟ يا عيال فارس امش. في شيء قدامي. راكان اسمعني اسمعني. قل لي يهدي شوي. قل لي سلولي سلولي. هادي هادي من ليه مستعجل؟ ترى ما اشوف شيء. وش هو هذا؟ ايوه. هدي هدي يا سلام. هدي. طب قدامنا شيء عمود. اسمع قل له ولا هو يسمعني. اسمعك انا يا حمار. وش هذا؟ درجة ثانية. درجة ثالثة. خرب بيتك انا عيب حبيبي. الان نمشي سيدة. اذا تسمعني نمشي سيدة لين. حلو. يمكن 10 متر قدام في 3 درجات ثانية. الله اني اثق فيكم يا محازمي. معي 2 محازم. راكان قل له انك محزن. إلا أنك محزم من مليان. اشرح لي. لا لا عيال عيال والله ما يصير. والله ما يصير يا عيال. يعني بنقعد ساعتين عشان نمشي. فشلتونا. درجة الأول. ولا الحمد لله. درجة ثاني. درجة ثاني. درجة ثالث. كل واحد راح يجيب طلبات. قل له ركان قل له شلون أنا أجيب طلبات وأنا عامل. ها؟ ما اقدر اتكلم. قل لي انت. كل واحد يقول لي. يا واحد يقول لي. ركان قل له. ما اشوفك. لا تشرح لي بيدك. ما اشوفك. قل له الروب. ما اقدر يمشي لحاله. اي ما اقدر. لازم واحد معي. يدبر عمره. شلون يعني؟ يدبر عمره. خلاص. قل له. اسمعك ليش يقول لي؟ ركان روح جيب اغراضك يا عم. تبي احد يعاونك؟ ما تبينا. دبر امورك. ايش اسمه؟ الحين مع فارس حبيبي، ولكن الوحيد اللي يقدر يساعد المصور يمشي فقط، ما يقول له اي شيء.
ولا شيء يقول له. تفضل فارس. يعني التجربة كيف تقضى وأنا ما أشوف؟ دقيقة أحتاج عربية بس. أحتاج عطوني عربية يا عيال. مصور عطني عربية. ما أمسكه. إذا احتجت شيء في المصور تكلم معه. مصور. هل طريقي صح هل طريقي غلط هذه الأشياء. مصور أحتاج عربية بس. أوكي. مصور فقط يساعدك 5 توجيهات فقط. لا بشردان. التوجيه الأول. هلا ركز مع ركز بصوتي هلا 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 فارس هلا. هل طريقي كلير أمشي لا. ها. لازم تمشي على صوتي. لا لا الآن هل روح يسار ومشي سيدة؟ لا يمين. يمين ومشي سيدة. إيه. خلاص هذا التوجيه الأول. لا غلط يمينك. ها يمين هنا؟ يمين 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 لف جسمك يمين مو أيوة. ها. بعد يمين شوي يمين لف رجلك يسار أيوة لا يسار شوي بس يسار شوي بعد بس. حلو. جت عربية. هذا سيدة. 5 توجيهات مو تقالي شيء لابس ده. طيب. أوكي. ركان 5 توجيهات له فقط بس 5 توجيهات. طيب بسم الله. انا ما ادري قبل شيء احس انه قاعد يتكلم كثير. طيب صح؟ هل الان طريق سيده كلير؟ اي حدد لي كلير امشي سيده. إيه؟ بس امشي سيده. اي بس امشي سيده. طيب ما عاد اقدر ارد عليك باقي لي 3. حلو باقي لك 3. اي طيب ابيك تفتح لي جوالي. هذا التوجيه الثالث. افتح لي جوالي. هل طلع الباسورد؟ اي ما انفتح الجوال؟ اي حلو خلاص بس خلنا نفتح الجوال. حلو كم بقى لي توجيه؟ توجيه اسلم 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 سوري. شلون يعني فيش في قدامك موز ابو النيفة؟ هلا. اخر توجيه ابغى شخص يساعدني. اي شخص دبر لي شخص يساعدني. وجه على شخص يساعدني. اي شلون يعني انا احس اني قاعد مكان واحد قاعد ادور فيه. انت للحين ما تقدمت شيء صح؟ ايه. طب اسمع انا بمشي ويلا. لا والله مو مستحيل. دقيقة والله اللي اجيبه طبق. انا خايف اصدم احد بس. حلو احس اني مشيت الطريق الصح. حلو في تقدم. معلش انا ما راح اتحرك لاني صقعت لين اذنت. السلام. الله يحييكم حبيبي. تعالي سب. السلام عليكم. عندي تجربه انا سب اتقبل بدون ما اشوف. طيب وش ليها؟ ابيك تساعدني بس في التقبل. ابشر والله ساعد يا حبيبي. تبشر بالجنه الله يسعدك يا حبيبي. ما ان شاء الله ما اخذ من وقتك كثير. اذا انت مشغول ترى والله عادي. لا لا ابد ابشر مره. ابشر يا حبيبي بس انا قاعد اجرب تجربه. ابشر الله حبيبي. طيب انا عندي جوال الحين مقفل. ايوه. هل اقدر احط باسورد عشان افتح الجوال؟ لان المقاضي جوا الجوال. ايوه. هل اقدر افتح الباسورد؟ لا. طيب الجوال طافي كله؟ لا طافي بس الارقام موجوده. موجوده الارقام خليني افتح. طب انفتح الجوال. ايوه انفتح. ايه حلو. ابى اخش على الواتساب. خش لي على الواتساب. ترى ما اشوف. شوف شجر. اشوف شجر. طيب بسم الله. والله ما ها كيف الحين؟ شوف. لا تشوف. لا خل تعال ساعد. ما تشوف مرة؟ لا أشوف بس إني مرايات مين معي؟ أوكي فلازم تبغاني أرفع الإضاءة ممكن؟ إيه بس وش؟ طيب أنت خش خش. أنت ارفع الإضاءة. أنت ارفع الإضاءة. شوف من الطرف من هنا نزل تلقى إضاءة. في إضاءة شفتها فوق قدرت ترفعها؟ وبعدين؟ ادخل على الواتساب. تلقى واحد اسمه روب. شوف الصفحة الرئيسية كيف في النص. في الصفحة الرئيسية في النص. أول صفحة. لقيته؟ إذا ما لقيته انزل تحت. انزل تحت. انزل تحت بالشاشة. تلقاه. ولا ما لقيته حتى انزل تحت. خذ راحتك. مين أنت؟ من انت؟ ليش تضرب؟ كم رقمك؟ كم رقمك؟ 9896. 9896. حلو. خش على الواتساب. واتساب. حلو. خش على روب. روب ايوه. ايوه خش روب. عليه. روب بابا. ايوه بس هو تلقى فيه مقاضي راسلها صح؟ ايوه. وش المقاضي؟
ساعدني وجهني عليها. ما اجي حبه واحده هذه وين نلقاها يا رب؟ صلصه ملعقتين كبير كبار. حسبي الله ونعم الوكيل. تكفى دلني على الماجي وصلصتين. تكفى خلصني الماجي. ايه وين وصلصه نفاس؟ وين ماجي؟ ماجي وين ماجي حبيبي؟ روح 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 حبيبي. ماجي ماجي اسلم. ايه. الله يسعدك يا رب. وياك تعال. بسم الله. ترى ما اشوف انت وجهني. تعال امسكك. اي امسكني امسكني وجهني. الله يسعدك يسعدك ويوفقك يا رب. امين. بس حط يدك. ايوه حط يدك ماجي. تعال نفاس. بسم الله والديك. وياك. الله يسعدك. صلصة. تعال ماجي تعال. يا سلام عليك. انت خليك ماسك العربية. ابدا انا ماسك العربية انا معك. روح ودبر تخبر ان شاء الله. ايوه ايوه تبغى ماجي ها؟ ماجي بالله. اي بس هذا يجي هذا ها؟ هذا يجي كرتون كامل. كرتون كبير؟ يعني تقريبا. اي حط له خمس حبات كذا. اي بس يجي ما هو بيجي القوالب الصغار. انت تبي القوالب الصغار العادية ولا تبغى اللي يجي باكتات؟ دقيقة. تعال يا حبيبي تعال. المشكلة ما اشوف بس تعال بس اذا هو ماجي حط. تعال خلاص. بسم الله. الكرتون هذا ماجي. يا حبيبي انت الله يسعدك. اسف. لا لا ما عليك ابوي يصدقني بس امشي. حبيبي الله يسعدك. ما يشوف. ما اشوف والله ما قاعد اشوف. يا حبيبي انت الله يسعدك ويرزقك. الله يسعدك. الله يحفظك يا رب. الله يسعدك حبيبي. ليش قفلت؟ ليش قفلت؟ خلاص ما قصرت ابوي. لا والله ما في تعب. لا باقي بس باقي الصلصه. والله يا اخي راجع لك. تسلم يا حبيبي. الله صلصه بس يرزقك يا رب. والله بيض الله وجهك. ايش تعبناك؟ لا والله ما في تعب. والله انك وافي ولا قصرت. الله يسعدك. هذه بس كانت تجربه بسيطه في اليوتيوب. الصراحه التجربه انك تعيش لما تشوف تتقضى مره صعبه. بس اللي مع امثالك ان شاء الله يا رب يا رب يطول عمرك بالصحه والعافيه. الله يسعدك يا رب. يسعدكم يا رب يا حبيبي. الله يسعدك. عساك على القوه ان شاء الله. امين. تبرونا بشيء. لا سلام. الله يسعدك. يلا استودعتكم. السلام. بالتوفيق. الله يسعدك. الله يسعدك. في امان الله. السلام. الله يسعدك يا عم. شكرا لك. الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا. احتريت. ما توقعت صح؟ والله ما توقعت. حر. ليش الجو حر؟ يعني انا ترى وقفتها. ليش؟ انه والله رجال كبير مره. رجال كبير يعني ولا ودنا نتعب. ما ودنا نتعب. اي هو اصلا من قال لي شوف شوي خلهم يدعوا لنا. والله العظيم والله العظيم شوف قلبه طيب مره والله. هذا يعني حاول يساعدني قلت ما يقدر. اي والله وين انا نظرت واشوفه صار ضايق وركني نظرني يقول لي انا ما قاعد اشوف شيء ما ادري من اللي قدامي. طيب الحين باقي اغراضي اجيبها تقريبا. انا اسهل واحد اجيب الاغراض لاني فقط ما اسمع. بصل 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 هنا بصل. هذا بصل. طماط حبتين اتوقع. هنا طماط. هذا طماط. بقي لنا دجاجه واحده. اللي بسويه بروح اسال احد يعلمني وين الدجاجه. هلو اي كانت لسن. نوت لسن. اي كانت لسن. يس. دجاج. معلوم دجاج؟ ايوه دجاج تشيكن. يس اوكي. وير تشيكن؟ دير تشيكن. بوستر من دير سيدا. يا اطلب لك بك رايت. يا استر تشيكن. يو بوستر دن رايت استر. وير كان يو كم وذ مي؟ دير تشيكن هناك. yeah. شكرا. والله العظيم ان العالم فيهم خير حرفيا. كانك مو فاقد اي شيء. كل شيء يتعلمونه قد يعلمونه قد يعلمونه قد يسوي كل شيء. والله العظيم ان قد ايش الموضوع صعب يسهلون عليك يا اخي. والله فيهم خير. الله يجزاهم خير. هلو ماي فريند. هذا تشيكن دجاج كبسه. كبسه ميكس كبسه. اي كانت لسن. هذا ما في مشكلة. هذا كبسة. هذا كبسة. هذا كبسة. هذا كبسة. دجاج حق كبسة. هذا تأكد. Thank you my friend. شكرا.
رقمك 05 رقمك 005 صفر خمسة. تركت ميمي؟ ايه صفر خمسة. صفر خمسة ستة. ايه ازا رب يعطيك العافية. شكرا لك تعبناك. لا الحمد لله على النعم اللي احنا فيها. اي والله الحمد لله. ركان قل له اشرح له ما اشوفه انا وينه. عطنا احنا قطع بيغاني. أنا كويس. كلمة فارس المعتادة ابداع. هذا المقاضي. هذا المقاضي. مقاضي. اوكي تعرفنا مقاضي. فارس. ها. يقطع بصل. تخسي. قل له لا قل له يخسي قل له يخسي. قل لي خسي والله وشلون اقطع بصل انا؟ اصبر على اي اساس؟ ما اشوف شلون اقطع؟ فارس ها السكينه اللي معك يا فارس حاده مره. درينا شو اسوي طيب؟ عطني البصل. يا اخي ليه اقطع؟ ما اشوف ليه تخليني اقطع؟ مو منطقي. والله عيال مو منطقي. وي ريحه البصل. وي شلون يعني؟ وش معناها هذه؟ الله يقويك حبيبي. شلون يعني؟ والله خايف عيال ما اشوف. صبر 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 اصبر كبير صبر صبر ما في مشكله شغال صح شغال صح روب روب اوه لعيب ضبطها ضبطها له قاعد تصيح قطع خلني قطع مش ماشي قطع خليه طماطم انت قطع طماطم دم فارس جد ثاني يا وخروا عني كيف يا عيال كيف؟ شغال ممتاز روح روح ممتاز ممتاز فارس وين رايح فارس؟ فارس وين رايح؟ ها ما حد قاعد يساعدني يا عيال ترى ما ادري وش قاعد اسوي قاعد احاول اني اقطع بس كيف تقطيعي؟ كيف تقطيعي؟ ها صلي صلي على النبي ركان كيف وش ليه ليه ديسلايك ليه ديسلايك ركان ليه؟ ابداع يا ربيع عزيز اكتر عزيز اكتر اتكلم كثير اتكلم انا اقول اشتراك 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 اذا فارس قطع البصل كويس حطوا لايك اذا ما قطع كويس حطوا اشتراك خلي بحط اشتراك ما قطعت كويس ركان كثرت زيت ركان خايف على يدي ما اقدر ما اقدر اقطع اكثر اقول له ما يقدر اقطع اكثر خايف على يدي بدات تصير صغيره خايف على يدي خلاص استسلم كمل واحد يكمل عني يا ما اقدر خلاص تساعدوا معي يا روب ابداع ابداع احسك مبدع احس بالاحساس احسك قاعد تقطع كويس بس اسمع مو واضح مني متاكد هو مسكين هو ما يرد يقطع لا مين مسكين قل له حاولت مين مسكين عارف غبي حمار عارف والله سالفه تقطيع ذا قطع الطماط كل واحد ياخذ عضه دقيقه لا تاخذ عضه خذ عضه ركان ما تقدر عضه يا غبي ما تقدر ما يقدر ما يقدر يلا يلا خذ عضه دقيقه عضه عضه على طول خذ البصل راح احطه في القدر طيب وصف لي وين قدام سيده هذا القدر طيب لا تخليها يمسح حار 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 لا تخليها يمسح حسب حرارته وين وين الحين ركان ساعدني ايوه كويس كذا اكب يا غلط طقيه حط بصلك اكب روح قل ركان قل له اكب اشرح له عشان يتكلم كب كب لا والله ما اشوف شيء قلنا تكفى خلاص لا 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 ايوه ابداع يقول لي لا ركان ها ركان وين يا اخي يقول غلط لا اله الا الله اسلم 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 طلع النبي طلع النبي ها
خلاص انتم كبوا كب كب مكتوب كبوا كبوا انتم والله لقيت من الدجاج ايش فيك قلنا ايش فيه ذا يصارخ خذ اصقر ايش قصدك ايوه يا صاد اطلبني ايوه اطلبني اصقر حطه وين وين اوجه يدي عشان اذبح اي وجه يدي دروب ناو روب قل الروب اذبه ايش هي وي كات ليه 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 في السالفه خلاص يا عيال تكفوصه بتاعك ما ادري وين يكون فيه فارس ها قل له قل له ايش له ها لا لا قل له المؤمن لا يلتق من جحره مرتين قل له عارفها هذه اه والله معاك وجهي والله معاك فارس حطها وش ليه فارس ركان قل له صح اي ما اشوف قولوا لي صح ولا لا فك 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 اقسم بالله التناغم مو صفر الا اللي بعد الصفر ركان قل له التناغم زيرو قل له قل فارس عشر دقايق اسمع يا غبي ياك هذا غبي يا هذا غبي قايل لكم ومشكلة ما ادري كيف يسوي مقطع قل له انت غبي انت انسان غبي انا متاكد متاكد ستين وجايب 60 قل له وصل له الرساله هذا قل له جايب 60 تكسب بري لا ما اقسم بالله لا شوف الليل هل عن ام القهر هل عن ام الغبن اللي صور مقطع غلطان شيك اسلم قلبي انا وياه تناغم قوه دفاع قوه حبيبي هلا احسن ناس حبيبي الله يسعدك يلا يلا قوه قوه اسمع ركان سي 10 دقائق نقفل 10 دقائق قل فارس اسمع اسمع شو قل فارس الى متى هو الى متى تتكلم تقول قل فارس اسال بالله اسال كم معدله في الجامعه اسالتك فارس طمني هذا افتكر راح احرك الرز الحين لمده 10 دقائق اوكي قل لك كم معدلتك ما بدي اعرف تكفى ركان تكفى ركان وصل لك كم معدل هو مدرس رياضه كذا امزع الكوره مع بوك اتوقع تزبط عندك الموضوع تمام ركان ليه ما في احد يتكلم ركان خلص الرز اخيرا الحمد لله الحين بس ما نفتح نشوف يا رب ما تهج انا بشم الريحه طيب وينكم شنو هذا معكم؟ سي 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 بالله العصقور حقي يبغى اوقف العصقور روح بالله العصقور صلى على النبي حار ركان قل العصقور تكفى قل العصقور ابي عصقوري يا ايش يلا يلا سم بالله سم بالله يلا بسم الله وين بسم الله شم شم عصقور وين قل له يا اخي العصقور هذا هو صح اي هذا هو لقيت 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 عصقور بدري بدري الان
اقسم بالله يا جماعة الخير بما اني خلصت التجربة. احكي لنا التجربة. والله العظيم والله يا فيها معاناة. كان الله بعون كل واحد ما يشوف. اقسم بالله في معاناة كل خطوة تمشي فيها. يا رب لك الحمد على النعمة اللي احنا فيها. على نعمة الشوف. احمد الله. تراها اقسم بالله شيء ما تحسون بنعمة الا اذا فقدته. والله اليوم عانيت في المشي. بخوف، احس بخوف وانا قاعد امشي. ما ادري وش اللي قدامي. موضوع مرعب. علمك ايش انا عانيت فيه؟ يا عيال ما اقدر اوصل لقلبي، ما اقدر اوصل لكم منقهر، ابي اسولف ابي اتكلم، مستحيل. يا عيال 6 ساعات قاعدين نصور مقطع، والله 6 ساعات، وان اخذنا تجربه انها مره رهيبه وممتعه ونفس الوقت. شوف وجهك انا الحين متاثر، انا جربت قبل تاثرت مره حلو؟ ايه الحين احس اني افتك منكم. اسوي كذا ما تسمع احد يعني ما يسمع احد اسوي لي فيراغ مرتاح ما ارسل على البال ارسل عليك اشتراك واذا تبون نسوي التجربه هذه مع الناس خارج طول المقطع يكون خارجي اكتبوا لي في الكومنتات